بحرقة العمارة. مو أبو يونس أبو شغل؟ أكيد. بالمناسبة اليوم 11/11/2019 قوات مكافحة الشغب نتيجة القنابل الصوتية والقنابل الدخانية تحرق عمارة التأمين على الحياة في ساحة الخلاني. هذه العمارة يعني من السبعينات القرن المنصرم القرن الماضي هي موجودة، اليوم احترقت بفعل القنابل الصوتية والقنابل الغازية التي تطلقها قوات مكافحة الشغب. أتمنى تنزل الصورة حتى تشوف هاي القوات قوات الشغب تحرقها، وبنفس الوقت الأبطال مرابطين هاي الأبطال مرابطين يشاغلون القوات مكافحة الشغب، هذه القوات الحكومية الفاسدة التي تمثل قوات صهيونية بامتياز، يتعاملون ويا المواطن العراقي تعامل لا أخلاقي. الشغب حرقوها الطلقات، الشغب حرقوها من باع هسه تباع العلو مالها شعلوها هي باع، يعني متظاهر وزين هاي محلات جواها وماكو اي شيء من هنا تصعد لا درج لا شيء وكلها مقفله، هاي خلي تشوف الكهرباء كلها مقفله مين احترقت؟ هم حرقوها الشغب حرقوها خاف يقولوا المتظاهرين عم هياتي متظاهرين باعوهم هاي المتظاهرين.